بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلاب المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، وبالأخص طلاب الفرقة الأولى شعبة إدارة ومحاسبة، هنتكلم النهاردة عن الإرشادات العامة للاختبار الإلكتروني اللي هيعقد في مادة دراسات تجارية بلغة. بداية، كل عام وحضراتكم بكل خير، انتم واسرتكم وكل احبابكم يا رب، وكل عام برضو انتم بخير بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الثاني وانتهاء العام الدراسي بالكامل. طبعا دي مش محاضرة، ده مجرد مجموعة من الارشادات العامة للاختبار الالكتروني. فاولا، اكدت ادارة المعهد على اختيار الاختبارات الإلكترونية كأسلوب لتقييم الطلاب بالفصل الدراسي الثاني. طب ليه احنا اخترنا الاختبارات الإلكترونية؟ طبعا كان في بديلين اتنين. البديل الأولاني بديل البحوث، إن كل مجموعة من الطلاب تعمل بحث، والبديل الثاني اللي هو الاختبارات الإلكترونية. لكن لعدة اعتبارات، أهمها إن في بعض الامتحانات هنحتاج ان احنا ناخد درجة الاختبارات الالكترونية ديت. فطبعا لو بحث مشترك فيه 3 4 طلاب هنحدد الدرجة بناء على ايه، مش هينفع ان احنا مثلا نديهم كلهم نفس الدرجة. فلعدة اعتبارات لصالح الطالب تم اختيار الاختبارات الالكترونية. كل طالب لازم يدخل على الموقع الرسمي للمعهد، وهو www.kfs-himit.com. ده الموقع الرسمي للمعهد، تدخل عليه وبتعمل عملية تسجيل قبل إجراء الامتحان. طبعا الامتحان هيبقى بعد 31/5. اللي احنا بنعمله دلوقتي مجرد إعدادات للإيه؟ للامتحان، أو تدريبات للإيه؟ للامتحان. فمبدئيا هيتم وضع لكل مادة، وأنا بتكلم عن المادة بتاعتي اللي هي مادة دراسات تجارية بلغة، هيتم وضع بنك للأسئلة مكون من نوعين من الأسئلة. أسئلة ترو أور فولس اللي هي الصح والغلط، بتحدد إذا كانت العبارة صحيحة أو خاطئة من غير تعليل، من غير جاستيفيكيشن. يعني هيجيب لك عبارة مثلا، وانت تبدأ انك انت تحدد العبارة دي تقول عليها صح او تقول عليها ايه غلط. والنوع التاني من الاسئلة هيبقى المالتيبل تشويس، او الاختيار من متعدد. يعني جيب لك عبارة تحت منها 4 اختيارات، تختار الاختيار الصحيح. الامتحان النهائي هيتكون من 10 اسئلة للصح والغلط، و10 اسئلة للاختيار من المتعدد. يعني نص الامتحان هيكون صح وغلط، والنص الثاني هيكون اختيار من متعدد. طبعا لازم تجاوب على جميع الاسئله. يعني حتى لو سؤال انت ما انتش عارفه اختار له اختيار عشوائي، بس لازم ال20 سؤال يبقوا متجاوبين. تمام؟ للاطمئنان، جميع اسئله الامتحان النهائي هتكون من بنك الاسئله اللي احنا هنرفعه على الموقع. يعني كل مادة هيترفع لها بنك أسئلة على الموقع، جميع الأسئلة بتاعت الامتحان النهائي هتكون منين؟ هتكون من بنك الأسئلة. وبرضو أحب أطمن إن في بعض الناس بتقول ممكن النور يقطع، ممكن النت يقطع، ممكن النت يبقى ضعيف، هيتم مراعاة الوقت الكافي في زمن الامتحان تحسبا لأي ظرف طارئ. فمش عاوزينكم تبقوا قلقانين من النقطة دي خالص. النقطة السابعة، إن هيبقى فيه امتحان تجريبي. يعني إيه امتحان تجريبي؟ يعني امتحان معلهوش درجات، مجرد تدريب للطالب عشان تبقى لما تدخل الامتحان النهائي تبقى مطمن وعارف أنت هتعمل إيه، والموضوع مش جديد عليك. فهيتعمل امتحان تجريبي لبعض الفرق ولبعض المقررات للتدريب على الامتحان النهائي. وده طبعًا بيديك ميزة، ان الى حد ما تبقى عارف انت لما تدخل الامتحان النهائي
منظر الأسئلة هيبقى عامل إزاي وأسلوب الإجابة هيبقى عامل إزاي، وأي أخطاء عملتها في الاختبار التجريبي تقدر إنك أنت تعالجها في الاختبار النهائي. برضو المعهد هينزل فيديو إرشادي على الموقع بتاعه بيتضمن وصف تفصيلي لكيفية التعامل مع الاختبارات الإلكترونية. يعني المعهد هينزل لك فيديو في كافة التفاصيل المرتبطة بالامتحان الإلكتروني، إزاي تدخل على الامتحان، إزاي تجاوب، إزاي تنهي الامتحان، وطبعا يعني أي ثغرة هتبقى موجودة هيتجاوب عليها في الفيديو ده. أحب إن احنا نأكد إن الاختبار الإلكتروني زي ما احنا عارفين مرتبط بسنة أولى وتانية وتالتة فقط. يعني الكلام اللي انا بقوله ده مرتبط بايه؟ باولى وتانية وتالتة فقط. البكالوريوس هيتم امتحانه امتحان ورقي عادي خالص، لكن بعد انتهاء الازمه، وده لسه ما اتحددش. برضه امتحانات التخلفات هيتم امتحانها بنفس الشكل، شكل مباشر وورقي، مع امتحانات الفرقة الرابعة بعد انتهاء الأزمة. طيب، في سؤال مهم جدا، الطلبة الباقون للإعادة. الطلبة الباقون للإعادة، يعني لو حضرتك بتعيد سنة أولى هتمتحن امتحانات إلكترونية، ولكن الامتحان هيتحسب له درجة. الطلبة العاديين الامتحان بالنسبة لك هيبقى إما ناجح إما راسب. يعني مش هيبقى فيه درجات هتتحط لك ولا هتدخل في المجموع التراكمي بتاعك. اما بالنسبه للطلبه الباقون للاعاده، الامتحان هنا هيتحط له درجه وهيتقيم. يعني مثلا انت جايب 8 من 20، جايب 12 من 20، جايب 13 من 20، هتتحط لك في المجموع التراكمي بتاعك بتاع الاربع سنين. اتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تجربة الامتحانات الإلكترونية هتبقى تجربة مفيدة ليكم، وإن شاء الله بنك الأسئلة هينزل طبعا في أقرب وقت، وبإذن الله هتكون أسئلة يعني في مستوى الطالب المتوسط، وربنا يوفق الجميع يعني.